الحقيقه النهارده زي ما بقول لحضراتكم عندنا حاجات كتيره جدا هنتكلم على الدوري الانجليزي وخاصه نجمنا الكبير محمد صلاح. الحقيقه الاسبوع اللي فات مع اثاره يمكن ضجه كبيره جدا على مستوى بريطانيا بعد خروج محمد صلاح من الملعب وغضبه الشديد، لان كان محمد صلاح يعني كان يتمنى ويحلم ان هو يحرز هدف ويكون اللاعب الوحيد في تاريخ البريمير ليج اللي بيسجل في افتتاحيه البريمير ليج لسبع مواسم على التوالي. موسم 17-18 كان بدايه محمد صلاح في هذه الخطوه، كل مباراه افتتاحيه مع ليفربول كان بيسجل فيها. حقيقة محمد صلاح نجمنا الكبير سجل كمان هدف تاريخي في الجوله الثانيه من البريمير ليج امام فريق بورنموث، واهميه الهدف انه محمد صلاح خلاص سجل الهدف رقم 187 ليه مع فريق ليفربول، والحقيقه رقم كبير جدا تجاوز بيه نجوم كتيره جدا زي ما حضراتكم شايفين. تجاوز طبعا ستيفن جيرارد اللاعب التاريخي لليفربول، كمان على مستوى مايكل اوين. دلوقتي محمد صلاح زي ما حضراتكم شايفين في المرتبه الخامسه لاكثر اللاعبين تسجيلا للاهداف مع فريق ليفربول. زي ما بقول لحضراتكم الهدف ده كان على المستوى المعنوي كان جيد جدا. دي طبعا كان لقاء مع ستيفن جيرارد مع محمد صلاح في طبعا احدى اللقاءات في انجلترا، والحقيقه ستيفن جيرارد من الناس المعجبه جدا 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 بما يقدمه محمد صلاح في البريمير ليج، وعلى مستوى كمان اللي يمكن الازمه اللي كانت الاسبوع اللي فات وغضبه بعد التبديل. لكن ستيفن جيرارد الحقيقه كان رده على السوشيال ميديا على المنتقدين كان رد قاطع، وقال ان محمد صلاح من افضل لاعبي البريمير ليج في السنوات الماضيه، وان محمد صلاح عنده شخصيه كبيره جدا، وكان فعلا يعني دافع عن محمد صلاح بشكل اكتر من رائع. زي ما بقول لحضراتكم محمد صلاح بعد الحادثه او زي ما نقول وقعه ان هو خروجه غضبان شويه في الاسبوع الاول او في المباراه الاولى من البريمير ليج، الحقيقه الناس ربطت ده بالعقد الخرافي اللي اتقدم من الدوري السعودي من نادي الاتحاد السعودي، وقالوا خلاص محمد صلاح بيفكر انه فعلا جديا يروح للدوري السعودي. الحقيقه طلع نفى طبعا محمد صلاح ووكيله وقال ان احنا يعني مستمرين مع نادي ليفربول، و محمد صلاح مستمر هذا الموسم مع ليفربول. والحقيقه كان في اجواء كده بتقول ان محمد صلاح قريب، لان كمان الاتحاد السعودي قدم عرض كبير جدا، عرض خرافي للحصول على توقيع طبعا الفرعون المصري محمد صلاح. لكن طبعا فابريزيو رومانو ده خبير الانتقالات ووكيل اللاعبين والمدربين في اوروبا يمكن نفى ده تماما بعد ما كشف يمكن الساعات اللي فاتت ان ليفربول كمان على مستوى النادي مش هيفرط فيه محمد صلاح. ويمكن كتب رومانو على حسابه السوشيال ميديا على موقع تويتر يوم النهارده يوم الاثنين، على الرغم طبعا من الشائعات، بيقول على الرغم من الشائعات اللي بخصوص انتقال محمد صلاح للدوري السعودي، لكن موقف ليفربول ثابت وان محمد صلاح لا يمس، ما بين قوسين كده لا يمس. الحقيقه محمد صلاح عنده تحديات كثيره جدا الموسم ده. لو اتكلمنا عن الموسم الماضي توتال ليفربول الحقيقه كان موسم مخيب للامال، ولكن على مستوى الشخصي او الارقام اللي حققها حتى محمد صلاح في هذا الموسم او الموسم اللي فات كانت ارقام كثيره جدا وارقام كبيره جدا جدا.